يعني عم نحكي غادة مريحة راسها من هاي الفقرة. اليوم بدنا نقدم نصائح للأمهات كيف نشرك أطفالنا بالألعاب إذا لسه ضل عندكم طاقة، ما بعرف قديش في طاقة، وأهمية اللعب الحسي ونشغل وقتهم ونفرغ من طاقاتهم. مع سيما نجار، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي، صاحبة قناة ماما سيما على اليوتيوب. أهلا وسهلا. صباح الخير سيما، وعن جد يعني جهودك مشكورة بما يخص كل هذه الألعاب وكل هذه الفيديوهات المسلية أكيد للأهل وأيضا للأطفال. كمان اليوم رح نحكي بموضوع آخر كمان، قدي أمان اليوم نطلع أولادنا في فترة لاحقة من المقابلة، من هذا اللقاء رح يكون موجود معنا أيضا عبر السكايب أستاذة أمان رمان أخصائية ضبط عدوى، رح تكون أيضا موجودة لحتى نحكي بهذا الموضوع، لأنه كتير في أهالي الآن عم بسألوا مطلع أولادنا ما نطلعش أولادنا، قديش ممكن يأثر على صحتهم أو على أنه بعيد الشر يعني ينتقلهم أي عدوى. على كل حال شو الأخبار؟ تمام، جاهزة؟ يلا بدنا نسليكي كمان غادة. يلا طيب، هلا احنا تقريبا عم ندخل الشهر الثالث، ما عم بيكون في متنفس للاطفال، فالبيت عم بيكون هو المساحه اللي مقيدين فيها، لكن بنشوف بعض الاهل قادرين انهم يتكيفوا من ضمنها وخلالها. انا لما اتابعك على الانستغرام بحكي قد ايه عندها طولة بال لتنظيف البيت. فشو اهم الامور اللي لازم نبدا نشتغل فيها مع الاولاد، الاهالي كمان اللي بيحضرونا المتغلبين مع ابنائهم انه كيف يشغلوا وقتهم؟ شوفي، هو هذا اكثر سؤال بداية قبل اللعب اللي هو التنظيف. بس عشان يعني احط النقط على الحروف للاهل، التنظيف الاماكن المخصصه عندي انا بس مكانين بالبيت، بعرف انه بالسوشيال ميديا بتعرفي كيف ببين كل البيت بس لا، هو محصور. فانت لما تحصري انه مثلا اللعب الحسي مكان اللي بخبصوا فيه سهل تنظيفه، يعني ما بعمله تحت السجاد، ما بعمله تحت الهد، وفي طرق بسيطه، يعني بتحطي شرشف تحت بخبصوا عليه بتلمي الشرشف وخلص. يعني الشطاره تخصيص مكان، مش كل البيت ينعف الزلمه، تخصيص الادوات كمان، يعني ما بدك انه هذا ما تكسروه هذا ما تعملوه، تخصيص طاوله اذا اجى عليها الوان اعصابك تكون مرتاحه. مثلا يعني انه مش مثلا طاوله جديده اعصابي بتنهار كمان، انا يعني بني ادم مزبوط. فيعني طبيعي انه لما يشوفوني، بس انا مخصصه الموضوع. هلا بالنسبه للالعاب، وهلا هاي الفتره كنا عم نحكي هلا انه كيف صار يتابعوني الناس اكثر، عشان مع اني لي بالموضوع تقريبا 4-5 سنين. نعم. لانه جعبالي كان العب بنتي العاب غير عن الاشياء اللي بحس انا مثلا لما اروح اشتري لها لعبه تلعب فيها شوي وخلص. نعم. بس هدول الالعاب بتتعلم منهم بطرق جديدة، بطرق مهمة أهم من الألعاب. إحنا هذا اللي نركز عليه، ورح نورجيهم أمثلة مع الفيديو كيف يعملوا النشاط. لكن بدنا نصبح على أماني معنا عبر سكايب، أماني رمان أخصائية ضبط عدوى. منصبحك بالخير أماني. صباح الورد حبيبتي، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكي. يعني عم نتحدث أنا وغادة وسيمة أنه المشكلة أنه مش قادرين نطلع الأولاد خارج المنزل بسبب العدوى وبسبب طبعا الحظر العام في البلد، ولكن في بعض الأهالي بنشوفهم بتمشوا معهم، فبدنا نعرف منك هل نستطيع الخروج بأبنائنا في هذه المرحلة تحديدا؟ أول شيء يسعد صباحكم كلكم، كل اللي موجودين معك بالاستديو، يعطيكم ألف عافية. بصراحة برنامج يعني الموضوع اللي مطروح اليوم كثير مهم، وكثير من الأمهات عم تسأل عنه. الإشي اللي بدنا نحكيه بس عشان نكون واضحين من البداية، إحنا بفترة بفضل الله إنه ما عم نسجل أرقام عالية من حالات كورونا. طبعاً هذا برجع الفضل أكيد طبعاً للإدارة الهاشمية وإرادة مركز الأزمات الموجودة عندنا والتوجيهات اللي عم يعطونا إياها. نعم. من أهم هاي الأشياء اللي هو واحدة منهم الحظر اللي إحنا عم نحكي عنه، إحنا ما عم نسجل حالات لأنه لسه في عندنا حظر، لأنه البلد لسه ما فتحت، لأنه ما عندي تواصل مباشر بين الناس. جزء أهم إشي لو جينا نحكي عنه اللي هو احنا لهلا اجلنا المدارس والجامعات، وهي من اهم الاشياء اللي ممكن الواحد يفكر فيها وقد تكون سبب في سرعه نقل العدوى. هلا هل اولادنا جاهزين انهم يطلعوا او احنا كاهالي جاهزين نطلع اولادنا؟ هون النقطه المهمه كثير. انا بقول بنعتمد على البيت اولا، البيت والام والاب قديش درجه تثقيفهم وتوعيتهم للاطفال الموجودين عندنا. مع العلم انه اطفالنا، يعني انا اللي بنتبه عليه باطفال العيله انه ما شاء الله يعني صاروا هم بيعطونا دروس بكورونا وشو لازم نعمل وكيف نغسل ايدينا. صحيح، صار عندهم نسبة من الوعي.
بالضبط، عندهم نسبة عالية. وحتى الطفل هلا لما بدك تطلعيه بيقول لك لا لابسيني ماسك، انا ما بدي اطلع هيك، وبده تضل علبة الهيجين بايده، بده يغسل وهو رايح وهو جاي. هذا إشي كثير منيح، انا بنبسط لما اشوف الاطفال وصلوا لهي المرحلة من الوعي. ولكن برجع اكد، هل احنا جاهزين؟ احنا خليني احكي، اذا بدي زي ما حكيتي حضرتك للاماكن المفتوحه، رايحين على متنزه مفتوح، رايحين على حديقه، اتوقع ان الامور ماشي حالها. بس اذا بدي اجي احكي على الاماكن المغلقه اللي هي الملاهي بشكل عام، والاماكن اللي هي بصير فيها اكثر من طفل بيلعبوا مع بعض، هون بدي اقول لا، خلينا نستنى شوي، خلينا نعيد حساباتنا شوي، لانه لازم يكون في اجراءات كثير مهمه قبل ما نودي اطفالنا لهي الاماكن. بتعتمد طبعا على المسؤولين لهي الاماكن من طريق التعقيم وتطهير والدورات اللي لازم يعملوها لكل لعبه، لانه في ملامسه. استاذ اماني، انا بدي اسالك سؤالك جدا مهم، وربما عم بيخطر على بال العديد من الاهالي، كثير من الامهات ما بقدروا يتركوا اولادهم داخل المنزل ولازم يقوموا ببعض الاعمال، سواء التسوق او زياره اشخاص معينه او القيام ببعض المهام. كيف ممكن يمنعوا اولادهم الصغار والاطفال من انه تنتقلهم العدوى اذا مضطرين انهم يروحوا على اماكن مغلقه او يروحوا يتسوقوا؟ اتباع اجراءات السلام العامه. شو هي اتباع اجراءات السلام العامه؟ بدي اوعي الطفل واكون انا عيني عليه، انه اول شيء كثير مهم بدي احكي، انه اذا الطفل مريض، مش بس مريض باعراض تنفسيه، مش بس اذا مرشح او مفلوز، عفوا، اذا حتى عنده اسهال، اذا عنده شويه حراره، هذا الطفل ممنوع يطلع من البيت، ممنوع يخالط اي حدا ثاني. والعكس صحيح، انه اذا في اي طفل بالعائله اللي احنا رايحين عليها مريض، يفضل انه ما يخالط اطفالنا. هاي الشيء كثير مهم. الشغلة الثانية اللي بدي أحكيها، إنه بدي زي ما قلت من البداية، إنه عيني على الطفل تكون، بدي أخليه أعلمه إنه ما يلمس الأشياء العامة اللي بتكون موجودة، يغسل إيديه بين الفترة والثانية، ولازم سواء مي وصابون، بعلمه مش بس بالضرورة اللي هو السائل الكحولي، مي وصابون بنفع، سائل كحولي بنفع، المفروض انه يضل يغسل ايديه باستمرار. الكمامه والاطفال كمان هلا هم صاروا يسمعوا كماماتهم بايديهم بالاشكال اللي بدهم اياها، اذا انا في مكان في اكتظاظ في ناس كثير، المفروض انه هو يلبس الكمامه ويضل محافظ عليها لحد ما يرجع من مشواره، وخاصه خلينا نحكي الزيارات العائليه بتضل اهون كثير من اماكن التسوق. نعم، يعني بشكل عام نتجنب انه يعني نرافق اطفالنا للاماكن المغلقه، ونحاول قدر الامكان بس للتنزه بالهواء الطلق ضمن طبعا بعض المحددات. بالضبط، وبدي اكد كمان على شغلتين كثير مهمات اذا تسمحي لي. موضوع المرافق العامه سواء باي مكان بالتنزه، يفضل يعني ما نستخدمها الا للضروره القصوى، وتكون انه اذا اضطر الطفل فعلا، في هذا الطفل ما بيقدر يمسك حاله كثير، انه نحافظ له على مستوى نظافه معين، انه ننظف له التواليت قبل ما يفوت عليه، ايد الباب لما بده يمسكها مباشره يغسل ايديه بالمي والصابون، يعني اذا اضطرينا. الشغله الثانيه، الاغذيه من الباعه المتجولين او الاغذيه المكشوفه، نعم. ابدا ابدا نمنعها منعا باتا، تحديدا بهاي الفتره، لانه احنا لساتنا بفتره حرجه، احنا ما بنقول لسه ان شاء الله نوصل بر الامان، نعم. ولكن لساتنا بفتره حرجه. استاذه اماني رومان، اخصائيه ضبط عدوى، شكرا جزيلا لك. ويعني احنا عم نحكي زي ما حكينا ودائما بنحكي، دائما تعليمات السلامة، أخذ الحيطة والحذر دائما هو ربما أكثر شيء ممكن يخلينا في أمان في هذه الفترة لإلنا ولأطفالنا. نعم. بس سؤال، إذا أنا كثير بيجيني على السوشيال ميديا سؤال، إنه إذا مشينا معهم برا هل نلبس كمامة ولا لا؟ هو للأسف إحنا أنهينا الاتصال مع لسه موجودة. تمام. أماني موجودة تمام. معهم. ممتاز. زي ما حكت سيما أو عم تتساءل، إنه إن لما بنتمشى معهم يعني بالآخر هم بدهم يشموا هواء، وإن شاء الله يكون هواء نظيف، هل يجب عليهم ارتداء الكمامة ولا لا؟ والله شوفي، أنا اللي بحكي إلي إلنا سواء كبار ولا صغار، بحكي للجميع، إذا أنا مع أفراد عائلتي عم بتمشى لحالي، ما في أي نوع من الاكتظاظ، ما عم محتك ولا بأي حدا، ما في مشكلة إذا شلت الكمامة، يعني بالنهاية صح، والواحد بده يشم شوية هواء، إذا ما في اختلاط ومكان. وآخر سؤال بيجيني كمان، قدي الطفل بيقدر يلبس الكمامة؟ لأنه هي كمان مش صحية، فالأطفال الصغار بيلبسوا كمامة أي عمر؟ الفترة أي عمر؟ أي عمر؟ أي عمر والفترة؟ يعني خليني أحكي أي عمر الطفل. أنا برأيي إنه أقل من 3 سنين مش المفروض يعني أغامر فيه وأطلعه عشان ما ألبسه كمامة. ابن 3 سنين لسه شوي بيفهم عليكي، لما بتضايق منها بيحكي لك إنه أنا تضايقت، خلص بيحاول إنه يشيلها.
هلا قد ايه الفتره يعني ما بدنا نطول عليه، مشوار صغير ماكسيموم الساعه، خلينا باكثر من هيك ما نحاول نشد على الاطفال ونضايقهم من الكمامه ومن النفس. نعم أكيد، يعني مش رح نقدر نصطحبه من الصبح للمساء مشاوير، يعني بيكون هو بس بالضبط. كوقت محدد. كل الشكر لك مرة تانية ست أمان، شكرا لحضورك معنا. العفو العفو، أهلا طيب وسهلا. ماما سيما، إذا إحنا عارفين كمان إنه في هذه الفترة التحديات كتير كبيرة، كيف زي ما قلنا نسلي أولادنا، وأنت قمتي بعدة يعني أمور وبعدة ألعاب وخلتهم يطلعوا من الجو الحظر، وبنفس الوقت كانت ألعاب تفاعلية وحسية. تفاعلية وحسية، اللعب الحسي هو كتير مهم. ببلش يعني دائما بيسألوني إيمتى بتبلشي، بتقدر تبلشي من 6 أشهر. اللعب الحسي إنه هو يبلش مثلا تحطي منديل على الطفل بس يحس إنه ملمس غريب، أو ملمس غريب ملمس جديد. لما زيد ابني كان عمره 8 أشهر كنت أحط له كان مي بس، خصوصا بالصيف مي ويطرطش، بس يحس مي يحس اشياء، هم بينبسطوا على الاشياء الجديده. فشوي شوي تعود انه يحس. في اشياء ثانيه مثلا هلا رح نشوف اللعبه الحسيه باشياء موجوده بالبيت، يعني شويه طحين شويه مي بتخلطيها، بس مي وورد ينقلها من مكان لمكان، يعني بسيطه وما لها تكلفه. طيب خلينا نشوف اذا الفكره الاولى بنشاطات اللعب الحسي للاطفال وكيف ممكن نقدمه هيك بطريقه سهله لاطفالنا من الموجود. كيفكم حبايب ماما سيما؟ اليوم الفيديو تبعنا هو اللعب الحسي. تقدروا كمان تزيدوا كاكاو بدل الالوان اذا ما عندكم هدول الالوان. الكاكاو رح يعملوا بني، انا كمان زدت اخر اشي عشان اعمله اغمق كاكاو. ضيفوا المي شوي شوي عشان تخلطوه منيح، لانه شوفوا كيف عم بيعجن، بس هو بالاخر رح يصير كله متناسق. معلقتين سائل جلي. يلا جايز مين بده يلعب بالفوم؟ يلا هيو هيو ليت تعال شوف في بيربل او يعني جزء بيربل. ايش بدك؟ يعني بين زيد وفرح وليث في فروق بالنسبه للاعمار، بس قادره انك تجمعيهم بنشاطات مختلفه. فرح 7 سنين، ليث 5، وزيد 1.5 سنة. من اول ما النشاطات دائما كنت لانه فرح هي الاكبر فكنت دائما اتوجه لها واحاول اعدل، بس كثير سهل. يعني مثلا انه اذا كان نشاط مائي بحط بس شيء واحد لزيد، يعني بس مي وكاسه وينقلها لمكان ثاني. فرح بعمل مستعمرة لها مثلا، بعمل مثلا 4 5 هيك صحون تنقلهم، بحط ألوان، ممكن أحط جليتر، ممكن أحط ألعاب. نعم. يعني قصدك الأصغر مش كتير بده تنوع، يعني رح يركز على إشي واحد. أصلا الأصغر لازم دائما بالضبط تحطي له إشي واحد. والأصغر إذا كان في إخوان مش مشكلة، حاولي يعني حاولوا إنه خلوه يشارك الكبير. نعم. بتعلم كتير منهم، فبالعكس هم بيحكوا انه لا لازم العب السنه الاشي، ولا لا لا بتقدري تلعبيهم وبتشوفي دائما بكونوا جعبالهم يلعبوا. نعم تمام. خلينا نشوف اذا الفيديو الثاني العاب الصيف. العاب الصيف هلا الصيف جاي ومي وثلج في كثير اشياء. يلا ايش فرح عم تعمل؟ نايمه. اهلا حبايب ماما سيما، اليوم عملنا لكم شوفوا ايش وراي، تخت مائي. بس انا بس حطيت الوان طعام ازرق عشان تبين هيك زرقاء، بتقدر تحطوا اللون اللي بدكم اياه. وبعدين دخلنا برديش المي وعبت شوي شوي، بعدين سكرتها منيح بالدكتيل. هيك ولا مي؟ جربوا تحطوا ملح ومنلونه بالوان طعام وخلطهم. كثير صعب النشا ينخلط مع المي، بس حاولوا. وهلأ بقدروا يلونوا فيهم قد ما بدهم. شوفوا كيف لما حطينا خل على الأشياء اللي فيها بايكربونات الصوديوم كيف بتصير فيزي وكتير حلوة. بتقدروا كمان تحطوهم بكاسات. طب هذا يعني بدك هيك حبة مهدئ للأمهات لما
لا لا لما يشوف لما تعمليها بمساحة معينة، خصوصا إذا مثلا عندكم منطقة سهل تنظيفها بتقدري تعملي. وأنا دائما ببلش صراحة بالحمام، يعني بقولهم دائما بلشوا بالحمام. روحوا في ألوان مثلا بتقدري رغوة حلاقة مع ألوان ويصيروا يلونوا ألوان طعام ويصيروا يلونوا، وكتير سهل، بس هيك رشة مي وبروح. فبعدين الأم بتصير تقوي قلبها وتحط مساحة وتحط هذا، يعني بشوف ناس كتير صاروا يعملوا. هلأ شوفي كيف لاحظتي، مثلا أنا دائما عندي بالفريزر للصيف بس بجيب أي علبة كونتينر بحط فيها ألعابهم. بدك تحطي ألوان حطي، بدك تحطي إيش ما بدك حطي، حطيها بالفريزر. كل يوم اعملي واحدة بالليل وتاني يوم بس تكون شوب طلعي لهم إياها على صحن أو على صينية وخليهم يبحثوا عن الكنز. أعطيهم مي دافية، ملح، يحاولوا يكتشفوا إيش ممكن يعملوا بهاي التجربة. ومنها بننتقل كمان للفيديو الثالث. هلأ بدنا نشوف كمان واللي هو عم بيحكي عن التلبين والمعجون. التلبين والمعجون إحنا هذا عملناه لأنه خصوصاً بالحظر كان إنه مش قادرين يروح يجيبوا ألوان، فبطرق بسيطة عملنا لهم معجون بالبيت واللي هو آمن كمان للأطفال. صحيح. وكمان ألوان بالبيت، هاي الألوان مش عادي شو ضلتها لهلأ عندي إياها، يعني كتير سهلة. يلا لنشوف الفيديو، بدنا وصفة سريعة للمعجون ما زبط معي. يلا اليوم احنا عملنا ألوان بالبيت، حبيت أشاركها معكم من مواد بسيطة عشان اللي حابب هو بالبيت موجود عنده هاي المواد وبحب يلون يعملها. يلا نبلش. فرح وليت زيد نهيصوا عليه، وما تنسوا في كتير طرق تلونوا فيها. تذكروا كيف نلوننا بالبالونات وكمان بالسيارات. ضل معنا اخر فيديو عشان نحاول نلم كل الافكار، بس عشان حكينا عن وصفه المعجون سريعا. اسمعي كثير سهله، هي في وحده مع الطبخ ووحده من غير طبخ. اوكي اللي هاي شفتوها هاي من غير طبخ بس بدها تحريك شوي. كاسه طحين، كاسه ملح، ومعلقه زيت خضار، ومعلقه كريمه ترتار اذا بدك. كريمه ترتار بتلاقوه وين البهارات. شو البديل؟ بتقدروا ما تستعملوه، هو بس بيعمل اكثر انسيابي وبيعطي هذا. بتقدروا ما تستعملوه، وفي وصفه عندي من غيرها وفي وصفه معها. يعني تمام. عندي على القناه بتخلطيهم مع بعض. انا بعمل كميه كبيره بعدين بفكهم وبعمل الالوان. أوكي. يعني عشان ما اضلني اعمل نفس الكميه يطلع عندك كثير الوان. ونشا كمان بنحط. طبعا احنا بدنا نذكر كل المتابعين انه كل هذه الفيديوهات راح تكون موجوده عندنا على الويب سايت تبع دنيا دنيا وعلى قناه ماما سيما، وايضا على الانستغرام. اليوم راح ننزل هذه الوصفه لكل الاشخاص اللي حابين انهم يعملوها. خلونا حابه كثير نشوف التجارب العلميه هذا الفيديو، خلينا نشوفه مع بعض. اهلا حبايب ماما سيما، اليوم حلقتنا كتير مسليه، رح نعمل تجربه كتير سهله. كل الاشياء بتوقع موجوده ببيتكم فرح تعملوها هلا. اكتبوا لنا بالتعليقات تحت اذا عملتوها وكيف كانت، مسليه ولا لا. واللي هي لافا لامب، مصباح اللي هيك فوار بكون. فوفو عم بتجرب تخلطهم مع بعض كلهم. يلا الثانيه. ايش صار باللون؟ ضلوا اخضر. بعدين بنحط الالوان بس نقط من غير ما نحرك، صح؟ كلهم بتحطيهم؟ حطينا الوان، هلا هاي الالوان انا رح اساعدك فوفو. هاي الالوان رح تصير تتحرك لحالها، شايفين؟ 3 2 1 جو. ايه انا من هون. مخانقة، شايفين كيف؟ بس تحطوها.
يعني كفيتي ووفيتي ماما سيما. سيما نجار يعطيك ألف عافية. إحنا كل ما أعطيناهم هذه المساحة صراحة بتقل غلبتهم. يعني إحنا مش معقول يعني نتوقع منهم الهدوء التام في البيت، لأنه دائما في هناك هذا الطاقة وهذا الفراغ. آخر إشي للطاقة اللي قلتيلها إنه ما يتوقعوا ما الألعاب اللي بعملها إنه ابني ما قعد عليها غير 5 دقائق. صح، عادي يقعد عليها 5 دقائق، بتصير تعود شوي. وكل عمر له مرحلة، بس اعرفي تماماً إنه الخمس دقائق فادوا عقلياً وحسياً وكل إشي وفرغ طاقة. شكراً كتير سيما، ودائماً فيديوهاتك وأفكارك موجودة عنا بفقراتنا، تحديداً يوم السبت ضمن دنيا دنيا، وأيضاً على موقع دنيا.com كل الأفكار اللي أعطتنا إياها سيما وغيرها وأكثر موجود، ورح ننزلها على الموقع تباعاً. We'll be right back.